الأخ البطل محمد المسالم الذي خرج لنصرة الحق بالكلمة الحق. هذا هو الإرهاب الذي يدعيه بشار الأسد. يا بشار، يا قاتل الأبطال، يا بشار أنت لا تستحق أن تحكم هذا الشعب. يا خاين شعبك، يا خاين شعبك يا بشار الأسد. هذا إرهابي، هذا يا إعلام، يا أحرار العالم، هذا إرهابي، هذا حتى يقتل، لأنه جاهد بالكلمة لنصرة الحق، نصرة الشعب السوري. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم يا خونة؟ أين أنتم يا أطباء؟ مات الدكتور، مات هذا الأخ، استشهد في سبيل الله لنقص الأدوية ولنقص التخدير، ولا يوجد كادر. يا أطباء، يا خونة، يا قتلة، أنتم دكاترة وبشار دكتور، أنتم دكاترة وبشار دكتور. من خان الشعب السوري قاتل، من خان الشعب السوري قاتل، سواء بشار الدكتور أو الدكاترة التي في الخارج. لا بارك الله بكم، والله لن يحاسب أنكم يا خونة، يا ضباط، يا خونة، يا من خرجتم من ساحة الجهاد. أين أنتم عن نصرة هذا الشعب؟ أين أنتم عن نصرة هؤلاء المظلومين؟ والله قسما بالله ليست لحظة عاطفة، سننتقم منكم الواحد تلو الآخر. يا مجلس عسكري، يا من تدعي الوطنية، أين أنت يا خاين؟ أين أنت يا مجرم؟ أنتم ضباط وبشار أسد ضابط، وما الفرق بينكم يا خوانا وبين هذا الضابط؟ دلونا يا مشايخ، يا علماء الدين، جاهد بالكلمة، أين هي كلمتكم في سبيل الله؟ أين هي كلمتكم في سبيل الله؟ لا إله إلا الله، يا علماء الدين، لا إله إلا الله، يا علماء الأمة، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. هذا هو سلاح الإرهاب يا عالم، هذا سلاح الإرهاب الذي كان سببا لقتل أحد الأبطال. يا رب، يا سامع الدعاء، يا رب، آمين، انتقم من القتل المجرمين يا رب العالمين، آمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، آمين. اللهم احصهم عددا، آمين. واقتلهم بددا، آمين. ولا تغادر منهم أحدا، آمين. قسما بالله، قسما بالله، ثم قسما بالله، يا أخانا محمد المسالمة، سنسير على دربك ولن نترك هذا الدرب حتى ينتصر الحق أو نهلك دونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يطعمنا اللي طعمك اياه يا رب. محمد الفاران استشهد اثناء ايام الدور. يا شباب اكون فريق بدري بس انا محافظ الفاران. حسب الله ونعم الوكيل. دقيقه حبيبي، بس اذا تكرمت، اذا تكرمت اخواني، اذا تكرمت، اذا تكرمت يا اخواني، سامحوا يا شباب، الله يسامحك، ودعوا يا شباب، الله يسامحك، الله يسامحك.